بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. احنا بتوع المستعمل، معانا النهاردة الجميلة حلم كل سيدة مصرية بسيطة بكانتو 2011 كاملة أوتوماتيك 60,000 كيلو، حالة مميزة جدا. ومعانا كمان العربية اللي اتظلمت في السوق بسبب قلة قطع غيارها، وهي واحدة من أكثر السيارات أمانا وثباتا على الطريق، واللي جنط واحد منها بس بعشر عربيات بكانتو زي دي. نيسان ليفينا 2009 185,000 كيلو، حالة مميزة جدا. كالعادة مش فقرة بيع اونلاين وبس، النهاردة كمان هعلمك شوية حاجات عن العربيتين ممكن يفيدوك عند الشراء، وكمان هعلمك حيلة بسيطة بخبرة تاجر سيارات ازاي النهاردة تقدر تفرق بين العربية اللي شاكك في الكيلو متر بتاعها، او بمعنى اصح وادق العداد ده شرعي ولا عرفي. لايك وسبسكرايب وتابعونا بعد الفاصل، واحنا بتوع المستعمل. هو ده الفاصل. نظرة سريعة جدا على السيارات المعروضة داخل معرض اوتو بارك. عندهم عربية بي ام دبليو دبانة موديل 1996، العربية رشة كلها ما عدا السقف ودواخل فابريكا وكاملة اوتوماتيك وبسعر مميز جدا. عندهم كمان عربية شيفروليه لينوس 2009 70,000 كيلو. عندهم كمان اي 30 فابريكا بالكامل بره وجوه. عندهم كمان كيا سورينتو 0 2020. ونرجع للعربية البيكانتو اللي بتيجي بوزن 840 كيلو جرام، وموتور 4 سلندر بقوة 86 حصان و 1250 سي سي. تسارع العربية من 0 ل 100 في حوالي من 11 ل 12 ثانية. استهلاك الوقود داخل البلد هو 5 لتر كل 100 كيلو، ومعدل استهلاك الوقود أثناء السفر هو حوالي 4 لتر كل 100 كيلو. الله، أحلى توك توك ده ولا إيه؟ ودلوقتي خلينا نتفرج مع بعض على حالة العربية بعد استخدام 60,000 كيلو. ركز معايا في اللي هتشوفه في البيكانتو العربية اللافينا، عشان في آخر الفيديو هنعمل مقارنة بين حالة عداد أو الكيلو متر الحقيقي بتاع العربيتين. تابع معايا. لو شكيت إن الكيلو متر بتاع العربية اللي بتشتريها مش مظبوط، أول حاجة بص على الطابلو، لو لقيته لسه بدون الفابريكا ومش بهتاني يبقى تمام، وندخل على تاني نقطة. افحص طارة او دركسيون العربية، لو لقيتها خشنة وغير متأكلة زي كده، ونص اللي فوق زي النص اللي تحت، والكلاكس سليم زي كده، يبقى تمام، وندخل على تالت نقطة. بص على مقبض وزراير الازاز بتاعة السواق، لو لقيته لسه بلون المصنع ومفيش اي تآكل زي كده هوت مواضح، والدراع كده هوت يعني ايه مش متاكل من مطرح العرق ولا بهتان، يبقى تمام، وندخل على النقطة اللي بعديها. وما تنساش تبص على دراع المساحات وزراير النور، لو لقيت لونها اسود وما تحولش للون الابيض يبقى تمام، ونبص على النقطة قبل الاخيرة. عصاية الفتيس، لو ما فيهاش حاجة مقطوعة او لونها مش بهتان وقشرتها سليمة زي كده يبقى تمام، وندخل على اخر نقطة. كرسي السواق، لو لقيته بحالة الكرسي اللي جنبه مش هبطان ومفهوش اي قطع او اصلاحات او خياطة، يبقى العربية دي عددها يعادل الكيلو متر اللي انت شفته النهاردة، وهو 60,000 كيلو. وتابع معايا للاخر عشان تشوف حالة اللافينا بعد استخدام 185,000 كيلو. من مميزات كيا بيكانتو ان قطع غيارها وصيانتها وعهد بيعها زي السلام عليكم، ولكن بالنسبة لي كراجل تاجر سيارات مستعملة، عيبها الوحيد القاتل ان وسائل الامان فيها صفر. يعني لو اشتريت العربية دي خلي بالك منها قوي، لانها جراية وتروح معاك في اي حتة زي السحلية. سعر البيكانتو الاوتوماتيك الشكل دوت بتبدأ من 110,000 جنيه وبتنتهي لغاية 130,000 جنيه، وطبعا بيقدر سعر السيارة في مصر حسب الحالة والعداد والكيلو متر وبوية الفابريكا. وريفيو سريع على العربية اللذيذة اللي اتظلمت في السوق المصري بسبب قلة قطع غيارها، وهي واحدة من أكثر السيارات أمانا وثباتا على الطريق. بتيجي لافينا بموتور 1600 سي سي 109 حصان. العربية من قدام واسعة، والصالون من قدام مرضي جدا، خصوصا المساحات الخلفية برضو بتكون مريحة قوي. طبعا العربية اكيد بتيجي بتكييف وباور وزجاج كهربائي، وبيزيد عليهم مرايات كهرباء اوتوماتيك، وبيزيد عليهم 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي وحاجة انا معرفهاش اسمها بي دي. من ضمن كاميراتها كمان اللي بتيجي بمفتاح ذكي مانع لتشغيل الماتور وفتح العربية من خلال لمس الاقر من بره، وبتيجي كمان بجنطة ألمونيوم مقاس 15 وحساسات للإضاءة الأمامية وفوج لايت، والدنيا رايقة على الآخر.
باختصار كده العربية عبارة عن ثبات وسرعة وأمان تام. عيب اللافينا هو قلة قطع غيارها ومش أي حد بيشتغل فيها وكمان تقيلة في بحها، وهي من وجهة نظري كتاجر سيارات مستعملة تتفوق وبشراسة على الكيا بيكانتو والماتريكس والتيجو والكيا كارينز بل وتديهم بالجزمة. كل ده عبارة عن كنب، كنب بالنسبة للعربية دي ما يتركبش، ولكن للأسف هذا الكنب قطع غياره وصيانته وإعادة بيعه زي السلام عليكم. ودلوقتي خلينا نلقي نظرة سريعة جدا على اللافينا بعد استخدام 185 ألف كيلو، هنعمل فيها زي اللي عملناه في البيكانتو بالظبط. تابع معايا، وزي ما عملنا في البيكانتو هنبص الأول على التابلو. وبعد كده طارت الدركسيون، وهنلاحظ ان هو التآكل واضح عكس اللي شفناه في العربية البيكانتو، غير هنا هو مطرح الايدين كمان والعرق بهتت وقشرت مطرح الاستخدام، ودي حاجة بتوضح لنا برضو ان العربية ماشية كيلو متر كبير لو شكيت فيه انه نازل. وبعدين هنخش على زرار النور بتاعة السواق والمقبض بتاعه، وهنلاحظ ان هو خدوش وتآكل من مطرح العرق بتاع الايدين وكتر الاستخدام، وهنا هنلاحظ ان في حتت بدأت تكشف ابيض. ونخش على النقطة اللي بعديها، بعد كده هنبص على زراير النور، بعد كده زراير المساحات، بعد كده عصاية الفتيس، واللي هنلاحظ ان هوت ان فيها تآكل وتجاريح ملحوظة جدا، وده يوضح لنا ان العربية ماشية كيلو متر كبير. كده هوت هنخش على كرسي السواق وهنلاحظ فيه قطعات وتصليحات قبل كده، يعني الكرسي ده اتقعد عليه حوالي من 150 ل 185 الف كيلو تقريبا، وهي دي النقطة الأخيرة. وتابعوني آخر واضح جدا حالة استخدام العربيتين ما بين 60 الف كيلو ل 185 الف كيلو. أحب أقول لك إن سعر لافينا بيبتدي من 120 الف جنيه، وفي عربيات منها بتنتهي سعرها ل 180 الف جنيه، وطبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان بيقدر سعر السيارة في مصر حسب الحالة والعداد والكيلومتر وبوية الفابريكا. جالي رسائل وتليفونات كتير قوي عن ناس عايزة تعرف العربية اذا كانت مغيرة نص امامي او خلفي، يعني العربية مغيرة قطعيها ولا لا. ان شاء الله انا هحاول استعين ببعض الاصدقاء الاشرار صحابي اللي شغالين في العربيات من النوع دوت، واجيب لك عربية مشوهة تماما ومعالمها مختفية تماما علشان اعلمك عليها ازاي تقدر تطلع قطعية العربية المغيرة بسهولة ومن غير تعب، حتى قبل ما تكشف عليها كشف نهائي وتغرم ثمن البنزينة. اشوفكم الفيديو الجاي، لايك وسبسكرايب، واحنا بتوع المستعمل وسلام. طبعا بعتذر جدا وبشدة على الاخطاء الصوتية اللي حصلت اثناء تصوير الفيديو، ولان صناعة الفيديوهات من النوع ده بتاخد وقت ومجهود كبير جدا، خصوصا في كتابة السكريبت والتصوير، فكان صعب جدا اعيد تصوير الفيديو مرة تانية. ارجو التعديل اللي عملته في المونتاج يكون عجبكم، وياريت تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا للمتابعة، وما تنساش الكومنت.